بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوتر. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وزيارة ثبور. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى: باب الوتر. الوتر بكسر الواو وفتحها، معنى الوتر والوتر، وفي التنزيل والشفعي والوتر بالفتح، أقولها بالكسر. والوتر هو الفرد بمعنى مقابل الزوج أو مقابل الشفع، واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد وتر، أربعة اثنين أو اثنان زوج، ثلاثة وتر وهكذا، وأربعة زوج وخمسة وتر وهكذا. فالوتر هو الفرد مقابل الزوج. جاء إن الله وتر يحب الوتر كذلك أيضا. أورد فيه المصنف ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم صبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا الحديث أولا فيه أن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، لكن لم يبين هل كان في جمعة، أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يصعد المنبر لينبه إلى أمر وقع أو حدث، أو يقول كلمة لمناسبتها، أو يوم الجمعة خطبة الجمعة، لكن هنا لم يبين، إنما قال وهو على المنبر، مع أنه حتى في الجمعة المعلوم أن المصلين مطلوب منهم أن ينصتوا وأن يسكتوا ولا يتكلموا. إذا شرع الخطيب في خطبته فعلى الناس أن ينصتوا، إلا الإمام ومن يكلمه، لا مانع أن إذا احتاج أحد أن يكلم الإمام، أو الإمام احتاج أن ينبه. قدر أحد مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل للسلاك: اجلس فقد أذيت، اجلس فقد أذيت، لما رأه يتخطى رقاب الناس. والرجل العربي الذي جاء النبي قال: يا رسول الله هلكت
البلاد وطلب منه أن يستسقي. فلما إذا احتاج أحد أن يكلم الإمام أو ينبهه أو يسأله، وكذلك الإمام إذا رأى شيئا يحتاج إلى أن ينبه عليه في المصلين فلا مانع. لكن المصلون فيما بينهم لا يجوز أن يكلم بعضهم بعضا، وإنما عليهم أن ينصتوا. الحاصل أن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: ما ترى في صلاة الليل؟ طبعا السؤال هنا سؤال استفهام، ليس سؤال استخبار، لا، إنما يسأل يريد العلم، بمعنى ماذا نفعل في صلاة الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. مثنى يعني ثنتين ثنتين، مثنى الثانية تأكيد، مثنى الثانية تأكيد، مثنى مثنى يعني ركعتان 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 هكذا. وهذا هو الأصل في صلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى. وجاء حديث ضعيف: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. لكن صلاة الليل مثنى مثنى في الصحيحين، لكن الليل والنهار وضعفه كثير من أهل العلم. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، بمعنى النهار تصلي في أربعا مع بعض، مشبوكة مربوطة مع بعض. أما الوتر فسيأتي معنا أنه يكون واحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع على صفات سوف نذكرها إن شاء الله، لكن الكلام على صلاة الليل. فالإنسان إذا أراد يصلي صلاة من غير الوتر فإن يصلي ركعتين ركعتين، بمعنى يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم ركعتين ويسلم هكذا إلى أن يفرغ من الصلاة من النوافل التي يريد أن يقوم بها. قال: صلاة الليل مثنى مثنى، بمعنى نحن نقول مثنى مثنى يعني ركعتين، لكن أما أن يزاد بمعنى أن يصلي أربعا متصلة يبدو ليس ممنوعا، لكن الأولى لا، الأولى أن يكون ركعتين ركعتين، لكن لا ينقص يصلي ركعة واحدة غير الوتر. طبعا غير الوتر لا يتقرب بركعة واحدة، وإن كان المسألة فيها خلاف، هل 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 يتنفل بركعة، هل يتنفل بركعة غير الوتر؟ الوتر ركعة، لكن غير الوتر يتنفل ركعة. ولا على صحيح أنه لا له أن يتنفل بركعة. صلاة الليل مثلا مثلا، فإذا خشي أحدكم صبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، بما أنه يصلي من الليل ما تيسر، فإذا صلى ثم أدركه الصبح أو خشي أن ينتهي الليل ويدخل الصبح فإنه يختم بوتر يعني بركعة. فقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، يعني لأن وقت الوتر أو حتى صلاة الليل كلها، صلاة الليل يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء، بعدما ينتهي المسلم من صلاة العشاء يبدأ وقت صلاة الليل إلى أن يطلع الفجر، إلى أن يطلع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الليل. قال أهل العلم: حتى ولو جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم، إذا كان ممن يسوغ له الجمع، كان في سفر أو كان مريضا أو كان في مطر أو نحو ذلك، فإذا جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم، معلوم أنه
إذا جمع تقديم فإنه يكون الليل طويلا. فإذا يبدأ صلاة الليل وكذلك الوتر يبدأ من بعد الفراغ من صلاة العشاء ولو كان فرغ منها في وقت المغرب، لأنه إذا جمع غالبا كما يقول العلماء إذا جمع الصلاة صار الوقتان كالوقت الواحد، صار الوقتان كالوقت الواحد. المقصود أن صلاة الليل والوتر كذلك يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الصبح على ما سوف نبين له إن شاء الله. أما صفة الوتر، لأن الشيخ عقد الباب للوتر، أما صفة الوتر فجاء على صفات كثيرة، منها أن يوتر بواحدة، أن يوتر بواحدة، لو صلى الله وتر بواحدة كفاه كما قال كما هنا، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، يعني ركعة واحدة طبعا بنية الوتر. أو ثلاث، بمعنى ركعتين ويسلم ثم واحدة، هذا أدنى الكمال في صلاة الليل، أن يصلي ركعتين شفعا ثم يوتر واحدة. أو خمس سردا ولا يجلس في الأخيرة، بمعنى قد يصلي من الليل ما تيسر ركعتين والوتر يجعله خمس ركعات متصلة، لأن كما قلنا الوتر هو العدد الفردي 1 و3 و5 و7 و9 إلى آخره. فله أن، وجاءت في السنة كما في حديث عائشة وحديث أم سلمة أنه صلي خمسا يسردها بتشهد واحد وسلام واحد، هذا وتر. إذن وتر يأتي ركعة ويأتي ثلاث أيضا ويسردها إن شاء، أو خمس يسردها أيضا ولا يتشهد إلا في الأخير، يتشهد ثم يسلم في الركعة الخامسة. أو سبع أيضا يسردها ولا يجلس إلا في الأخير، يتشهد ويسلم. إذن خمس وسبع أو تسع، لكن تسع يجلس في الثامنة ويذكر الله ثم يقوم ينهض ما يسلم، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويجلس ويذكر الله ويتشهد ويسلم. إذن هذه هي من الصفات التي جاء كلها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث عائشة تقول أنه فلما أسن نبي الله، يعني كبر سنه صلى الله عليه وسلم، أبا أخذه اللحم أوتر بسبعين، سبع بمعنى أنه سردها سبعا ثم سلم في الأخيرة. أو بتسع كما قلنا تسع، لكنه يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم ينهض فيصلي التسعة ثم يقعد فأذكر الله ثم يسلم. الرابع أيضا يسرد عشرا حتى تكون 11، يسرد عشرا ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالحديث 11. أيضا هذا كلها صفات للوتر. لاحظوا أننا نتكلم عن الوتر بخلاف ما قبل ذلك من صلاة الليل ركعتين ويسلم، هذه صلاة الليل، إنما نحن نتكلم عن
صفة الوتر عن صفة الوتر. إذا تكون واحدة، تكون ثلاث، تكون خمس، تكون سبع، وهذه كلها جلسة واحدة ولا يسلم، أو تسع ويجلس في الثامنة، أو ويسلم في التاسعة، أو 11 ويجلس في العاشرة ولا يسلم، ثم يقوم ويجلس في العاشرة في 11 ويسلم. إذا هذه كلها صفات لصلاة الوتر. وكما قلنا وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. إذا طلع الفجر وهو لم يكمل صلاة الوتر، قال العلماء يكمل وترا ما دام أنه بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس لا مانع أنه يكمل الوتر على صفته، يكمله على صفته أو يأتي به على صفته. أما بعد الشمس يقضيه، لا قالوا يقضيه شفعا مثلا ولا يأتي به. والذي ولو قضاه وترا أرجو لا حرج إن شاء الله. ذكر الذي ذكر أهل العلم أنه يصليها شفعا، يقضي صلاة الليل شفعا ولا يقضيها وترا. إذن أيضا الوتر يقضى، الوتر يقضى، وبخاصة إذا كان انشغل عنه، إما لانشغال أو لأي عذر. أما قال لو تركه من غير عذر، بعض العلماء قال أنه لا يقضيه، إذا تركه من غير عذر إهمال أو نحو ذلك لا يقضيه. إذن هذا فيما يتعلق بالوتر من حيث صفته ووقته، ومن حيث أيضا قضاؤه أنه يقضى. وأيضا قالوا أنه إذا قضي بعد صلاة الصبح وقبل الشمس أنه يقضيه على صفته وترا، وبعد الشمس قال يقضيه شفعا. نعم. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوترن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. هذا إذا يبين وقت الوتر، وأنه من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الصبح. وتحكي عائشة رضي الله عنها صلاة النبي أو وتر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت إنه أوتر من كل الليل، يعني أوتر أول الليل وأوتر أوسطه وأوتر آخره، وانتهى وتره إلى السحر، لأنه أفضل طبعا آخر الليل أفضل، لمن تيسر له أن يجعل وتره آخر الليل فهو أفضل. وإلا لو صلى أول الليل، وكما تعرفون في يعني أولا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي بثلاثة، وأن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام. وأيضا حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، عمر أبو بكر صلى أول الليل قال: حازم هذا، وعمر أن آخر الليل قال: هذا قوي هذا، بمعنى أن عمر عنده ثقة أنه يقوم آخر الليل، أبو بكر ليس عنده ثقة، ولهذا من حزمه أنه صلى أوتر قبل أن ينام. المقصود أن كل الليل من بعد صلاة العشاء كله وقت للوتر، وكلها صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه استقر آخر الأمر أنه كان يصلي من السحر كما تقول، انتهى وتره إلى السحر كما تقول عائشة رضي الله عنها. والسحر هو آخر الليل، السحر هو آخر الليل وهو أفضل، ثلث الليل الآخر هو أفضل، وإذا تيسر الإنسان وتمكن أن يجعل وتره آخر الليل فهو أفضل. نعم. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، ولا يجلس في شيء إلا في آخرها. أيضا هذه في بيان لبعض
هيئاته أو صفة الوتر. تقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس. صلاة الليل مفتوحة، 13 أو أكثر أو أقل مفتوحة، إنما الوتر هو الذي يكون 11 أو كما تقول هنا 13 الوتر يعني. أما الصلاة المفتوحة مثلا هذه يصلي ما تيسر. حتى في التراويح، التراويح لو صلوا 20 ركعة أو صلوا 11 ركعة أو 10 ركعات أو 8 ركعات أو أكثر صلاة الليل، لأن التراويح هو من صلاة الليل، هو صلاة ليل، لكنها اختصت صلاة الليل في رمضان باسم التراويح، وسمي التراويح لأنهم كانوا يعني يطيلون القيام فيراوحون، إما بين أرجلهم يرفع رجل أخرى، أو أنهم يراوحون بمعنى أنهم يصلون بعضها ثم يستريحون ثم يكملون، فهي التراويح من المراوحة، من المراوحة، وهو أخذ الراحة سواء كما قلنا بين القدمين أو بين الصلوات. المقصود أن صلاة التراويح هي من صلاة الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، معنى أنه مثنى مثنى مثنى، وفي 13 أو أنه يسردها سردا كما قلنا، حينما نقول نوتر كما قلنا 5 و7 و9 و11 و13، يوتر من ذلك بخمس، بمعنى أنه يصلي 8 مثنى مثنى، وبعد 8 يصلي 5 سردا، يصلي 5 سردا. هذا معنى قولها يوتر من ذلك بخمس، يعني متوالية 5، ولا يجلس إلا في آخرها كما ذكرنا في صفات الوتر في الحديث السابق. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.